قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن احتفال الكويت بمرور 14 عاما على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم والتي تصادف يوم غدا إنما هو احتفال بقيم من الوطنية والبذل والعطاء والمحبة والتسامح والإنسانية التي يتسم بها سموه حفظه الله ورعاه، رسخها ببصمات واضحة في كل موقع شغله وفي كل عقل وفكر من عمل معه. وأكد الوزير الجبري أن الرؤية الاستشرافية والمستقبلية التي يتمتع بها بسموه حفظه الله ورعاه ارتكزت على مفهوم ترسيخ الأمن والتطور الحضاري، وهو ما أكدته مسيرة سموه الوطنية طوال الأعوام 14 الماضية، وكانت عنوانا للإنجازات السامية لسموه في شتى المجالات التي يحصد ثمارها الأولية في الوقت الحاضر أبناء الكويت جميع المجالات، داعيا المولى تعالى أن يحفظ ويمتع سموه بالصحة والعافية والعمر المديد ذخرا وفخرا للكويت والإنسانية.